ملاكم بريطاني لم يهزم قط. بداية ظهوره كملاكم كان في عام 2008، وفي عام 2015 صدم على ملاكم عندما هزم فلاديمير كليتشكو وانتزع منه ألقاب منظمات IBF, IBO, WBA, WBO للوزن الثقيل، وبعد صعق العالم بإعلانه اعتزال بحجة عدم وجود منافسين، لينهي مسيرته ب 25 انتصار بدون أي خسارة. وعاد في عام 2017 وحقق انتصارين، ليعني بعدها تحديه للملاكم الأمريكي وحامل لقب منظمة WBC الوزن الثقيل ديونتي وايلدر، وتم تحديد النزال بينهما السبت القادم، بحيث لو انتصر على وايلدر في هذا النزال سيدخل التاريخ بتحقيق جميع ألقاب عالم ملاكم الوزن الثقيل. كان معكم أبو يحيى من بودكاست جامعة مصارعة، وهذا هو تايسون فيوري.